في الأسبوعين الماضيين تحدثت عن الصفة الأولى والثانية من صفات عباد الرحمن كما جاء ذلك في سورة الفرقان المبارك. ثم يقول عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه هي الصفة الثالثة لعباد الرحمن. عبادة الليل بصورها المختلفة، سواء كانت بصورة صلاة كصلاة الليل والشفع والوتر، أو كانت بصورة الدعاء أو بتلاوة كتاب الله أو بعض الأذكار، هذه العبادات المختلفة التي تأخذ عنوان التهجد، هذه العبادات عندما يأتي بها الإنسان والناس نيام بعد أن بذلوا جهدهم خلال اليوم ويعيشون حالة التعب الجسدي، الإنسان عموماً بحاجة إلى السبات والراحة. ولكن عندما يفضل الإنسان أن ينهض من هذا الفراش المريح الوثير من أجل أن يكون بين يدي الله عز وجل لبعض الوقت في مثل هذا الوقت الخاص، وقت الليل، وقت السحر، وقت آخر الليل قبيل الفجر، عندما يستيقظ والناس نيام فيجلس بين يدي الله عز وجل ويأتي بتلك العبادات، هذا الأمر له قيمة عالية عند الله سبحانه وتعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لاحظ التعبير، يعني كأن يعيشون حالة القلق من استمرارهم في النوم، من استمرارهم في الراحة والدعاء، بأن الله يطلبهم في مثل هذا الوقت، ولذا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يشعرون كأن المسامير، كأن الشوك يملأ هذا الفراش فينهضهم، ينهضهم هذا النداء الإلهي فيستيقظون ويقبلون على الله عز وجل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يعني حتى هذه العبادة في الليل هي تخلع الإنسان من العلاقة بالدنيا بذلك المستوى الذي يبخل فيه عن العطاء في سبيل الله. هذه العبادة في الليل تجعل عند الإنسان حالة من الزهد بالدنيا، وبالتالي جزء من إقباله على الله وعلى الآخرة أنه لا مانع لديه، بل يحب الإنفاق في سبيل الله. ومما رزقناهم ينفقون، ما الذي ينتظرهم في الآخرة؟ وصف رائع جدا، فيه الغموض الكبير، ولكن في طيات هذا الغموض هناك الكثير مما قد ينطلق الإنسان فيه مع مخيلته من أجل تصور ذلك العطاء دون أن يحيط به. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والذي يعطي هذا الوعد هو الله سبحانه وتعالى، الذي نحن على يقين بأنه سبحانه وتعالى هو الذي يرزق ويعطي ولا نفاد لما عنده، وأن الله عز وجل عندما يعطي فيعطي الشيء الكثير الذي يفوق بمراتب ما يقدمه الإنسان. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون. إذن من يريد هذا العطاء الإلهي عليه أن يبذل الجهد في هذا المجال، وبذل الجهد في هذا المجال جزء منه يأتي بصورة قيام الليل، عبادة الليل، التهجد، الذي عندما يسهر الإنسان لا يكون سهره مجرد عبث ولهو، وإنما يكون إقبالا على الله سبحانه وتعالى. وما أكثر الناس الذين قد اعتادوا في حياتنا هذه المعاصرة على السهر، ولكن لربما أغلب وقت السهر عندهم حالة عبثية لهوية. فليكن شيء، خصص شيء من هذا السهر، خاصة بالنسبة لشبابنا الأعزاء، اعتادوا على أن يسهروا إلى الفجر وبعدين يصلي الفجر وبعد ذلك يضع رأسه وينام. على الأقل استغل استيقاظك في هذا الوقت، اجعل جزء منه لله عز وجل،
ستجد أن هناك بركات كثيرة تترتب على هذا. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ومعه نفر ممن آمنوا برسالته، عندما جاء الخطاب الإلهي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. هي صعبة ولكن لها بركات ولها من العطاء في الحياة الدنيا الشيء الكبير، ولذا كانت الاستجابة جدا قوية في هذا المجال. هذه النافلة لها آثار على المستوى الدنيوي ولها آثار على المستوى الأخروي. في رواية يسأل فيها الإمام جعفر الصادق عليه السلام في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى عندما تأتي بالحسنات، الآن نوعية معينة من الحسنات، كل الحسنات، من رحمة الله عز وجل أن الإنسان إذا جاء بالحسنات فإن من الآثار التي تترتب على العمل الحسن أن الله يغفر لك شيئا من العمل السيء الذي قد أتيت به. فيسألون الإمام الصادق، يبين لهم هذه الآية فيقدم المصداق، أحد هذه المصادق المهمة، قال: صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار. فإذا واحدة من آثارها أن تمسح هذه المعاصي التي جاء بها الإنسان خلال النهار. هذا ليس من باب التشجيع على ارتكاب الذنب، بمعنى أن الإنسان يسوي له معادلة، يقول: طيب إذا أنا في النهار أسوي اللي أبي وتالي الليل أقوم وأصلي وكذا واستغفر تنتهي العملية، حققت المؤمن، كل ما أصلي صلاة الليل كل ما تنمسح الذنوب، فإذا ساعة قلبك وساعة الرب. لا، العملية ليست هكذا، لأن هذه الصلاة وهذا الاستغفار مع مثل هذه النية المبيتة لا قيمة لها. بل عندنا بعض الروايات بأن الرجل يذنب الذنب فيحرمه الله صلاة الليل، يعني ما يوفق أصلا، بمرور الوقت تشوفه خلاص يستسلم للنوم وغير ذلك. هذه الرواية تريد أن تقول أن هذا الإنسان الذي يصدر عنه نتيجة موقف ضعف، نتيجة حالة غفلة أو غير ذلك، يصدر عنه من الذنوب ما يصدر خلال النهار، فإن من شأن وبركات صلاة الليل أنها تمحو هذه الذنوب. وهذا ما أدركه المؤمنون أيضا المخلصون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين علي عليه السلام يصفهم يقول كما في نهج البلاغة: قد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله، طبعا هم اقتدوا برسول الله من بداية ما جاء الأمر الإلهي: يا أيها المزمل، الرسول بهذا السهر وهذه العبادة، قسم من المخلصين المؤمنين من أصحاب رسول الله التزموا بهذا الأمر. فيصفهم علي عليه السلام يقول: فما أرى أحدا يشبههم، كأنه يتحسر على تبدل أحوال الناس في المرحلة المتقدمة، ويبدو أن هذا كان في أيام حكمه وهو في الكوفة، يتحسر على نموذج الناس الذين بدأوا يفقدون الحالة الروحية. فما أرى أحدا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما، يراوحون بين جباههم وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم. يعني الخشونة اللي تصيب منطقة السجود بشكل كبير يصفها كأنها ركب المعزى. إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء الثواب. وهذا كان حال
الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين في ليلة العاشر من المحرم كما جاء وصف ذلك في بعض المنقولات. يروي السيد ابن طاووس يقول: وبات الحسين عليه السلام وأصحابه ليلة عاشوراء ولهم دوي كدوي النحل ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد. وفيهم قال العلامة السيد محسن الأمين: بات الحسين وصحبه من حوله ولهم دوي النحل لما باتوا من ركع وسط الظلام وسجد لله منهم تكثر الدعوات وتراءت الحور الحسان وزينت لقدومهم بنعيمها الجنات وبدا الصباح ولم تنم عين لهم كلا ولا نابتهم غفوات. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته.